يخطب صلاه بدي او كاملين بدي او كاملين كما يخطب صلاه مكان على كار قد كسبني كني ذي ستاني كني با تلدي كرمو بوشي هديني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عانو ونكسان داود ايال ملك استاجوك تاني دل كنبا كنا سو دوادا برنامج كنانو كسو غادن دانو مناسبة دي سند قورة دي شاني لباتناد اللا صو نقشة دا مدح بناني دا جمهورية دا سومان لان سيدة دي تمان كمي يو سيدة اللوغة حسين مقالا مدح دا قبل كسنة غير قابو
داود يا الشعب كده قن مقال ما ده قبل كسنة جا رجاب الشعب يدولب يا نوكل هرين وينين تم مناسبة السديد يا تمن كمي يجوا مناسبة ده سنة الشعب كده رجاب كلا قيب قل وينين تدا وسيرك وسارد وحبرشة تمريد السمال لأن عبد الله إبراهيم هبنا وسيرك وسارد كلو ميسجا علي شام عبوريد وسيرك وسارد عدالة أحمد فرح أدر وسيرك عجيك وسارد قشان ليك تمريد السمال لأن محمد ورسمة شام ايا يغونا شعب غرير ارغابا كلا قيب غلاي مناسبة داسي وانا هايدا اوغو عالعد مناسبة داسي سيدا وينو قدح مقدي كمي دا وسارد وحبرشة دا وسارد ماليد دا وسارد حنانة دا حولا وسارد عدالة دا وسارد هولا قود ولد دا خوسي وسارد بيرها عافمات كا دبا دا وضايا دمان با خطبة دي مناسبة داسي لغا چي دي ايا وحايا انقاد دي رد لغو ساري سيدا قراني مدا يمدع بناني دا چمريد سومال لانا ويتاي لما تابتان يسيدي لوگون قوبي مدو جي سوماليا يسيدا بلشيدا رير سومال لانا يوغا قوان تاي ادكيسيقا قراني مدا يمدع بناني دا سومالي لان يدو قطبة دي الغاس لغا سو چي دي انا لغا ورمي مددي سومال لانا چرتي قوليه اي كتلاب ستاي كاسكا اللي قدوميها قبل كسنا احمد عبد الشامع فلاي يماير كدق ماذا ارقاب اسماعيل حاج نور سعاس الوزراء وعن الولايان هاي ايش هاي دين محلنا سناك اما ما قال ما هذاك على ارقابه عياري هيدا يدبال دقيدا وحنو مالينا يا عيد مانتا لبروكنا يا غالي ساينا الكريم ولم يجسنا أنا أقول لك 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 أنا وآخر الكفتة وحن لها إلهي ونحن حرسو أمين ونفسه ودكوه أي ورياضة ما تجود بك حديا الهراء وسيم مره وحا أي كتني عدالة بغضي بحضي مثلاً كي مرقين ورياضة قادرني وإنكو أي نوغوه ريني وكوه ريني سوماليا ماشي بوريش ري وإن لكو بادي دورني وحينا نهري شانت الصوماليون وإن كل يوريز وعيد الشيء ظلمي جل حبسي يا رباطه وعيد مركان لغوصي الدب وبالي دوره وريتي اللي احنا كيلو انتي ودب له سوالي وحنا هذه هذا هم هذا غياه وعليه الله ونحرسته عيد كده ذا الشيء عيد هذا الشيء وريد المانتا اينكو دبادقين هذا الكبارين مايو ميلغو راحي نتيوبنا دسكونا بو الى حالة الى هرين هرين لمس لحن دور هرين دماء محرم هدقيا شعب يرين ارقابو اما شعب يقبل كالسراي شعب يكون نول عاصمتنا سيدة خلق السنة سهرين سيدة يوجد دارين سيدة يومن تدير آدي 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 كما هدقيا وعنو ما دقيا دمان لا ما الدولة ده إذا ما خلف كسيدة واركيسين وعنو ما لينا يا إنا قلفتين هديا إنو نهاي لا ما الدولة ده أما إذا ما خلف كسيدة والله ما ده وين وين حفير سبعين له وعيلا إذا نزل أبيك وانك خاضو وسيلاي نودي رينا إذا وانك أشا يجي نكسبينا لكن نجو وين من تدناي وانا تدالي يا دور ما سنتين وحراك كسلام يا أبو هرين وسيرة لو جامين أيوه وزيرك وبرشة الشمورية الدسومال الآن مغانا عبد الله إبراهيم هبنا وزيرك عدالة أحمد فارح عذر وزيرك كلوميسيكا علي شامع فارح بوريد يا وزير كوثيقينكا وزارة قاشانريكا مغانا محمود ورسالة شامع قدومية الدقمدة سدوياشا قولها الدقينكا دمان بلشوين تكسو قيب قرحي لما ذكرنكا
ciidamada kala duwan ee qaranka asluubta booliska iyo dhammaan ciidamadaba waxaan leeyahay dhammaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam dabadeed ilaahay baa subxaana watacaala mahadis ka leh oo maanta nabadgeliyo halkan inagu soo simay maanta mudanayaal wasiiro sacaadatu wasaaraha waxaa dagala soo qayb qaateen 25 guurada xuska 18 kambey oo maanta goolka sagaalkan aanu ku dhigayno oo aad iyo aad iyo aad baa wasiiro ugu mahadsantihiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo wasiirada qiimaha badan inoo soo xulayna aad baynu ugu mahadcelinaynaa maanta waxa weeye waa maalin weyn waa la soo noqoshada xorriyaddeennii ee dib u soo noqoshada 25 guur jirsatay ee 18 may waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa run ahaantii maalintaasi tilmaamo badan bay leedahay waa maalintii 1990 gobolka Togdheer ee magaalada Burco lagu qabtay maantana waynu arkaynaa inta ay leeg tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii oo qiimo weyn 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 iyo qaayaba leh dadweynaha sharafta leh ee halkan maanta soo camiray ee ka soo qayb galay weynaynta maalinta qarannimadeenna ee reer Sanaag iyo reer Ceyrgaaloba guud ahaan sacaadatu wasaaraha degmooyinka gobolka oo dhan way ka socotaa munaasabadda weynaynta 18 may dhammaan degmooyinka oo dhan iyo tuulooyinka hoos yimaadaba way ka socotaa sharaf weyn bay noo tahay waxaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa oo halkan maanta gaadda kiciyaar iyo munaasabad weyn oo qiimo leh soo bandhigay maxaan ku idhaahday ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaag militariga booliska asluubta dhammaantoodba halka kale waxaa kaga jeeda ciidanka mariniska oo iyaguna ay qaybo ka midi joogeen waxaan u mahadnaqayaa run ahaantii oo maanta qiimo weyn 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 sameeyey soona bandhigay wasaaradaha iyo dhammaan hay-adaha dowladda oo iyaguna aad arkaysa wacdaraha ay halkan soo dhigeen wacdara aad iyo aad u fiican oo runtii qiimo weyn dowladda ay runtii ugu fadhiyaan bay wasaaraduhuna soo dhigeen iyo dhammaan hay-adaha dowladduba sidaad ka warqabtaan horumarka gobolka ka socda aad iyo aad buu fiican yahay runtii tabasho badanna way jirtaa wadooyinkii waad aragtaan mashruucii noogu ballaadhnaa ee laynoo sameeyey dalkaba laga sameeyey waa wadada isku xidha gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag sidaa awgeed malaayiin 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 iyo malaayiin doolar baa ku baxay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa guul iyo gobolnimo baan idiin rajaynayaa maanta waad ogtihiin yacni cadceedda sacabka laguma qari karo waxaan filayaa inaynu innagu koobka koowaad aynu galay reer Sanaagow soo sidaa maaha cid laga horreysaa ma jirto insha allahu saanu rajaynayno somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato somalilan ictiraaf ha hesho idinkuna noolaada dalka somalilan waxaa gobolnimadiisa rafaad buu soo maray badan wuxuu kala soo baxay calool nadari calool nadarina wax ka soo baxa nolol kala soo baxa oo ka soo noqda lama arag qaranimadanu halka qiimahaasa ku fadhirtaa caalamkanana waxaan u sheegaynaa haddaanu nahay shacabka iyo kaga wakiilnahay shacabka xaquuqdayada ku fadhidaan kuwa soo noqonaya mehen kuwa soo noqonaya ma nehen dhowriyo 20-kaasanadoon u damaaldegaynaanu maraynaa waxaanu leenay xaquuqdayada ka dhaqaaqa sooma noqonayso somalilan shacabka ayaan ummaddu ma ogolin inaanu ka qayb galo qarannimadayadaa mid ka mid ah ama mid mandheersaara ma ogolinaan waxaan oo mahadnaqaynaa oo kale waalka salaamina inaan ka gaadhsiino madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan uga mahadcelinaynaa madaxda gobolka madaxda degmada ciidamada qalabka sida saxaafadda dhammaan
bulshooyinka reer Arigaabo ama gobolka Sanaag ee shirka ka soo qayb galay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida xushmadda leh iyo qadarinta leh uga soo qayb galeen munaasabadan. Waqtiga oo cidhiidh awgeed inta ayaan ku soo gaabanayaa, aad iyo aad baan u mahadsanahay. Waxaan maanta aad ugu faraxsannahay 25 guuradii ka soo wareegtay dhalashadii Soomaaliland. Soomaaliland maanta waxay taallaa oo maraysaa marxalad aad iyo aad u sarraysa oo ay adduunka wax kula qaybsato. Waxaanu aad u soo dhoweynaynaa laamiga weyn kaas oo ah Ceergaabo waa laga sii socday, waxaa hadda dib baa loogu soo noqday. Waxaa sababay laamiga aanu helay maanta bayac mustarka iyo magaalada iyo wanaagga iyo horumarka la gaadhay waa mid la taaban karo. Waa ku mahadnaqaynaa, waxaanu u mahadnaqaynaa dowladda madaxweynaha, waxaanu u mahadnaqaynaa dhammaan reer Soomaaliland, cid kastoo maanta farxaddan ka qayb qaadatay gobol kasta dabad iyo gudo wadin mahadnaqaynaa. Waxaan leeyahay maantaan aad iyo aad farxad ii ah gobolka Sanaag inaan kala qayb qaato 18 kamney. Waxaan aad ugu faraxsanahay 6 bilood baan idinka maqnaa, mar baan idin imi sida reer Soomaaliland ama guud ahaanba gobolka Sanaag iyo gobolka Sanaag isu tagoodu ay wax u qabsadeen. Magaalada Ceergaabo oo aan ku dhashay oo lagu turuturoon jiray runtii oo aan laami ula ciilqabay ayaan maanta ku faraxsanahay. Waxaana maleynaya codkaygu jahliyadihii iyo meel badan buu gaadhayaa. Ciddii ka qayb qaadatay iyo taageerada dhaqaalaha aad bixisay aad iyo aad ayaan maanta uga marakacayaa, aanna u gaarsiinayaa naftiinana u hura aan leeyahay. Waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada qalabka sida iyo intii soo qaban qaabisay xafladan aadka aadka nooga qeyraysisay ee quruxda badan. Waxaan salaamayaa duqeytida waxgaradka golaha wasiirada ee ka soo qayb galay ee xuska ka qayb qaatay. Waxaan salaamayaa maayarka oo runtii Ismaaciil Haaji Nuur Mujaa, aad iyo aad baan mahadsantihiin. Isku duubnaada baan leeyahay. Soomaaliland shan laato sannadood bay jirtay, iminka 4 madaxadood bay soo martay. Waqti aynu ahayn dad daaqsata ah, waqti aynu gumaysi ku jirnay, waqti aynu la midoonay Soomaaliya, iyo iminka aynu midnimadeena dib ula soo noqonay. Haddaad eegto waqtigii gumaysiga, dad badan baa runtii uga dagaalamay gumaysigii si ay isaga xoreeyaan. Waxaa dhacday xurimadii maalintii 6-dankii la qaadanayay, 5 nin baa soo saxeexay. 5taanin waxay ahaayeen Xaaji Ibraahim Nuur oo gobolka Awdal ka yimi, maxaa Xaaji Ibraahim Cigaal oo reer Tagudheera, Garaad Cali Garaad Jaamac oo reer Laascaanood ah, imisa haray markaa 5tii? 2 haray Soomaaha, labadaasna waxay ahaayeen reer Sanaag. Waxay kala ahaayeen Sultaan Maxamed Cali Shire iyo Axmed Keyse Xaaji Ducaale oo ilaa maantada nool. Gobolka Sanaag waxaa lagu xasuustaa mar walbaba inuu hormood ka yahay waqtigii xurimadii, markii u dambeysana aan la soo noqonayna xurimadeenna inuu hormood ka ahaa. Waxaan maanta aad u xusayaa qurbajooga anigoo horta markii hore salaadi ka sida fariin qaaya baan u dirayaa. Waxaa muhiim ah maanta magaalada Ceergaabo runtii si fiican bay isu beddeshay. Laamiyada aan ku soo arkay waxaan umaleeyaa inay 9 gaarayaan. Wadadan dheer ee Ceergaabo ilaa Burco isku xidhaa anigu waxaan usoo socday 6 saacadood iyo badh. 5 sano ka horre waxaan usoo socday 12 saacadood bay ahayd. Taana waxaan aad ugu salaamayaa ciddii ka shaqaysay maamulka sare iyo degmadaba. Waxaan ku soo gabagabaynayaa reer Sanaag mar walba waxay kaga jiraan taariikhda Soomaaliland, safka hore kaga jiraan. Waxaan ku bogaadinayaa reer Sanaag jooga maanta Ceergaabo inay hawsha halkaa ka sii wadaan. Qurbajooga reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sanaagla waxaan ku bogaadinayaa fariinta aan u diray waxa weeye inay horumarka Sanaag ka qayb qaataan. Wadadaas 6 saacadood bay nagu soo qaadatay maanta dhawaadii anigu inaa fudoba ilaa iyo Ceergaabo. Maanta bajaaj baa waxay tagtaa Yufle oo aynu ognahay oo ay 20 daqiiqo u socotaa. Marlabaadka anigoo aad u salaamaya madaxda qaranka ciidamada. Waxaan leeyahay reer Sanaag maanta gobolkeenu wuxuu noqonayaa gobolka ugu horumarsan Soomaaliland hawshan ha laga qayb galo. Waa 18 May, waa sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegtay, dib loo soo noqoshadii xorriyaddii xamar ku luntay. Ceel gundheer bay ku dhacday, halgan iyo haraad badan baa loo soo maray, dadaal dheer iyo dagaal qadhaadh baa loo soo maray. 1919-kii ayaa lagu guuleystay inaynu mar labaad dib ula soo noqono qaran madax bannaan. Maanta 25 sannadood ayaa laga joogaa, waa rubuc qarni. Waxaynu buuxinay dhammaan shuruudihii dowladnimo, hadday noqoto xuduudo cayiman, dad la yaqaano iyo haykal dowladnimo in badan
إن بدن بعند هلا يلاقي قصدي ما أنت سومال لان عبد بين نقطي عبد لما قرين كرو بيش عالم كروحا نو عطينا إن أنا سومال لان دي بمن قندورين اللي يرد قبل كسنة يجي يقول هم بدل يرد سومال لان وحكاك وعنين قرين يوم دو دقرب استعان وقت جاي دو تبع قاعدة سومال لان أقوم في بحوي هلا يسا رجع بدن بام وقتا هرو مرة بدن بس سومال لان يجي قبل كسنة بكم مغدا كل عادي يدرور يلا دم بري وفافن ترى هرجي سيو تقدر دجل كبو أدلي دكدي بربرا يو إلى سيل عدا على كيدا ترقول الدجار يو عدا الدار يو عيري ترى روي لدو حدا الدار يو دود عسي الدولي بدا الدار غيادة يو إلى عدا على كجلوي بدا الدار غيادة يو إلى عدا على كجلوي تي دغمدا دهر دركي علبو يو دغلا دي ناسكا انت داوغ لغو فوبي يو دعل كود ويني تدوينا انت يا لبا دورقي عالن كاسي قلبي يا دميركا كوتشرا دي دي ميل كالي وحان سيكاره سلام كالي لابا وحان باليادة مناسبة كو سابسن حال قوغد ريا مدحويرها جمهورية سومالي لان أحمد محمد محمود سيرايو صدح ذا قولو قران دموان شعبكم يركز تكلا جوغان همبليو ذا سانو ديريو حاليا همبليو وعان هالكن همبليو قد ديريا دموان شعبك سومالي لان قدو يدبت ملكز تكلا جوغان وعان سند قورة ذا شن يلواتنات ايدين ميدة وعان همبليو همبليو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك وزارة دوح برشادة يتعليم تصاري مضاني عبد الله إبراهيم هباني وزيرك وزارة عدالة يا ريما قرصوركا مضاني أحمد فارح عدره وزيرك وزارة كلوميسي خيرات كبدا مضاني علي جامع فارح علي بوريد قدوميا قبل كسناك ماير كدقمة عيري قابو حلبانة قولها الدقانكا سراكيش يتلياشا عيدا مضا قرنكا ايكلا الدوان يسود دوياشا هايدا لامها الدولة دا ururada haweenka uqaasha salaadinta wax garadka aqoonyahanka baada saxaafada ardayda iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee madashan iyo muwaasibadan maanta joogta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam salaanka baadi waxaan halkan aad iyo aad aan horta u hanbaliyeenayaa guddidii qaban qaabada ee diinmay ee munaasibadan ruuga u haastay habeenada badan iyo waqtiga badan u soo jeeday dhammaan shacabka reer Ceergaabo ee u soo baxay ee iyaguna weyneynaya munaasibadooda waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa guddida nabadda ee damal ee u gartay farxadda munaasibadda awgeed inay hadiyado ay gudoonsiiyaan madaxdooda kala duwan ee qaranka intaa ka bacdi maanta mudanayaal iyo murwooyin munaasibada maanta ee 18 May oo ku beegan 22 guurada ka soo wareegtay maalintii ay aasaasnay qarankeenan diimaha badan leh gooni sutaaga qarannimada Soomaaliland waa waajib qaran oo ina saaran weyneynta iyo muujinta shucuubta bulshada reer Soomaaliland sharaf weyn bay noo tahay haddaanu nahay guddida heer qaran ee munaasibadda idin kala soo qayb galay inaanu idin kala soo qayb galno inagoo dhammaanteen qiimaha maalintan aynu qarankeenna dhidibada u taagnay muujinayna waxaanu salaan idinka sidnaa madaxweynaha qaranka mudane axmed maxamed maxamuud aadan siilaayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo wuxuu dhammaan shacabka reer Soomaaliland ku bogaadinayaa sida muuqatay mugga iyo miisaan kale aynu u xusaynay ugu dabaaldegaysaan qarannimada gooni sutaaga Soomaaliland ee 18 May wuxuu inoo rajaynayaa dhammaanteen inaynu sanadka sanadkiisa ku gaadhno guul nabad iyo ictiraaf buuxa halku dhegga sanadka ee maantuna waxa weeye ruuc qarnigii tegey guulo qaran iyo qaaya lagu gaadh waynu 25 jirsanay ruuc qarni ayaynu baarka ka jaray
سومالان مرحله بدن باي سو مرتي ما انت يغو هور مرسنتاي عالم كان كمراتيا انغو يسو مراتي فرماينو وحاينو موجيناي عيد هاينو نهاي يا وحاينو نهاي با دبالدغا هلكا ما انت يسو سو بخدين الا يمكو تاغنتين ايا كمركعيا قرنكن وشن 20 جيرتدي وحاينو اي قرن غامري او عودوديسا كو انا مالاي وحاينو هلكن كو سو غارناي نبدغليو ميدنيمو ديموقراطيه isu tanaasul doorashooyin xor iyo xalaal ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa ka go'an in dalkan ay aqoonsi buuxa weelo isagoo talada dalkan haya maalintii uu kursiga yimina guntigu u xidhay maantana waxa garanaysaan shalay markii abaarihi iyo masiibadii dalkeena ku habsadeen heleen wadamo badan oo caalamka ka mid ah ayayna soo caawiyay ina soo doonay dalaan la garanayno dunida ku qoreen cidina macaawido waxay muuqatay inaynu saaxiibo badan caalamka ku leenahay taasina waa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha qarankeenu uu har iyo habeen ugu taagan yahay in qarankeenu aqoonsi buuxa helo waxayna saaran waajibaad weyn oo sidii aynu isku duubni aqoonsi ugu gaari lahayn qarankeenu waa qaran geedi dheer ku jira waqti badan iyo muddo badan aynu soo dhisaynay waynu sii wadaynaa kama daalayno halkaas aynu ka sii wadaynaa haddaynu 10 qarni gaarayneena waynu taagnaanaynaa wayna inaga go'an tahay qadiyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Ceeri Gaabo iyo golaha deegaanka oo Ceeri Gaabo ay maanta ku ciidayaan oo ay ku dabaaldegayaan Ceer Gaabadii hore ahayn wada laamiya loo heegan yahay shaqooyin badan laga qabtay aniguna sharaf weyn bay ii tahay shalay baan ah dhibaankii golaha deegaanka degmada Ceeri Gaabo inaan maanta u marag furowayaan golahaygii deegaanku waxay qabteen iyo shacabka reer Ceer Gaabeed la shaqeeyayba bacda salaan runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadweynaha gobolka Sanaag oo maanta meel walba ka dhacayso xafladani ee gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo oo aan hadda ku sugannahay oo magaalada magaxda gobolka sidii ay looga soo shaqeeyay madaxda gobolka degmada ciidamada haweenka ururada kala duwan runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa maanta 18 May dadweynaha reer Soomaaliland dhan madaxweynaha ilaa shacabka ilaa golayaasha xukuumadda dee waxay ku jiraan hambalyadaas meel walbana way ka dhacaysaa aad baanuna annaguna idinku hambalyeynaynaa isaguna wada hambalyeynaynaa horumarka runtii waxaan dhiraynaa in gobolka gaar ahaan degmada Ceer Gaabo horumar fiican ka socdo ugu horeyn wadadii dheerayd oo dad badan u haysteen inay riwaayad tahay markii la dhagax dhigayay wadadka qayb lahaayeen muxuu ahaayey waa iska arrin siyaasadeed wax la qaban karo maaha maanta in intii badnayd salay markaan soo marnay aanu waqti gaaban ku soo qaadanay maatinkii hore aan gobolka iman jiray waqti dheer aan ku qaadan jirnay dadkii hore aan arki jirin gobolka iman jiray iyagu dee waxay la tahay in sidaa loo mari jiray laakiin ciddeenii mari jirtay baa og wixii isbedelay runtii Ilaahay baan mahadaale madaxweynaha iyo wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo wasaaradoodaba aad baan ugu hambalyeynaynaa shaqo fiican bay qabteen waqtigii ugu dambeysay Ceer Gaabo oo haddeer 7-8 bilood ka dambeysay waxyaabo isbeddel badan oo qurux badan baan ku aragnay oo ay ka mid yihiin wadooyin dhaadheer oo badan oo la sameeyey oo habaaskii dadka cagaa ka geli jiray runtii maaragtay maanta isbeddeshay inta dhimana waxaan rajaynayaa madaxda gobolka iyo degmadu inay dhammaystiri doonaan iyo dowladda dhexe oo runtii iyana qayb ka qaadan doonta waxaan marka hore idinka siinaa salaam iyo bogaadin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maroodiisa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maroodiisa golayaasha qaranka ee waan ka siinaa waa ka gudoomaysaan waxaan jecelahay marka hore inaan hambalyo u gudbiyo bogaadin dadkii waxa ku jiray gudii qabalqaarada ee caasimadda markaan warqiimay ku sameeyay xafladda gobolka Sanaag sidaa u soo mareen si loo abaabulay waxaa ka muuqatay in loo galiyo juhdi aad iyo aad u ballaaran dad badan u soo jeedeen xafladii ugu quruxda badnayd ayaan ololkaa haddii aan qiimeyn lahaa gobolka Sanaag baa number one ah taa ku bishaaraysta waxaa kale oo xusid idan hablihii nabadda maadaama ay maalintii 18 May
كسوغان تهي ودن نواشها شعبك ودن هير سومان الان يقول نسيتا قولي وحمر كهولا كسوغان تهي كوسوها القمي وحاسد ميلان آدي آلو كيبالينا حسوستاء وضياشي ماسكح دي وحقرب كي انت فريشتين قوان صدي إني ودن نواشا موجيا أي ذات كاسي سعفيا أي بلابانتو مالي تاريخيا وأي كسوغان تهي مالا ترياهو إليني تاريخ السجرين كاو حلقة برتا إليو وحلقة برتا دعوين مالنا عالي يقول أفتا مالنا حسن هيتا مالي تاسوح يقول سكوتا هاي الشعب بريد سومالي لان أي قو آسدين إلي تاريخي ولا توران إسعافي سيوى الواشا أي قاتا قول كل سنة إن أولوك رؤون لقوك را هرمود وقول لقوك را تصالح وضا نوراشا شعب بريد سومالي لان وحالي هو كبولي ستين ما انتر وحنو دبال دقينا وارو القرني وحاكوش ستتر الهبقات اللي قادها في ستار قد يفبعين قولك قرن ايو قولك قرن طيب الوقع قولها قرن كانوا تهاما كرو وحكم بذلك المراشها يدقناشها الله سبحانه وتعالى ورغم ما يستيع الآن والإيمان وحاكم بغتا قولها قرن يسوق اي وحقبتك إلا مالين تهادتك اي فريستين وعسين يسوق وعسين اي إلا رسول الله عبد الرحمن طول سار يا رسول صعود عقاب رسول صعود أي سكوت تجين لا يمكى ولا أنا تعبان كرو وحتى الإنسان ما تحقق شيء أنا يسوق كل كريم باشرة وحلاه مهدي من قطيع أولي سبيكا هذه ما تكون على الإنسان حتى تجين كل كسرك إن أيدين مغدان ما هو هذا كريم ما تو حقاب كثير قوة إذا يبلا شرط وحسين كتان جوري بلا جوري جمالا وحسور تجلي كثير قوة نرى أفريقيا إلا قد تهاجم ما تا إلى يكسر بلامة أو سعده وما أنت أرجابه أنا متق أنا مالك كل يتها أنا كسر حين أنت عزمتي أنا يكسر قادم وحقبة كان سعيد الموضوع وحفر يا إلا دين سو سعده هذا إنه قطب عليه يد الحيسكي يد الكونا جيسي ذا إذا كان عن تكوها يا روح الله لنا يا حتى أرك وينا على إلى هين دحين ما دقي الملك عليه مبلغ وحفر يا ثابت دعوة الله هذا إنسان نقول بقوله هذا وين حق عقوس ذا وحمد الله أقول صورك أقول سيئة لها بحية إنها بين السيئة إنها يسا أقول سنة وضعنا الله شيء قواسنة لكن ما توحى لكم بشارين ده أقول سيئة حاجة تريدك أقول سيئة الله نوع وضعك يسا أقول سنة ومن عالك هو أبرو عالك ما تكيلو مهم سنة إياها حاجة تريدك بشي سنة قد بي إياها يسوق لين من الحنين شو اللي سؤال الآن إياها يقول سوق لين دولة العرب سنة حسدا دي بيوة وفكرت كلية ما هو كلية تتكد بكرة وحكو جيرا دمان حيبها قولنا جمود السمال الآن وأيكم متين ديا أنا قام يران سورة دينا كي حتى وح وقان كاس يج وقان سيقول لي أقوسي كمان تأقوسي كم غير هذا مساء أقوسي تريك هذا الشيء فتو أنا اليوم مجرور إلى هاي ما بقول ما هي أقوسي أسوي نويم إلى كمان معنا وحيني الحق هرب الدكتور كساحل وفتو يلا كيسو تشيلو ويقول السنة ملايين اللي كتش عليها معنى كتش عليها وحكينا يا دي كدوا وقعدي ودنكا وحين وقتكين ببليجنان وينوية الرهي هذين ما تبحثون دي جنوه وحين وقعدينا واه تلك دولنا تشاركا ودنك وقب الرهر الأفريكي وقلت تخبرها لي تاسا كيتين إبن برقم يسكلا سارة لكن وحنا عمسنا يدريق أنا مركب وفقمو عرقامنا ودكيسكا إن اللغم دولنا وقلت الكوات يكون في المستاء وحن لي هاي إلى هذا بوسي نسيء وحنو حنا غير دمان تفوسي وغادي هذا داسي وحنا هاي إلى هاي بيت سايسيو وحنا يترك سما الله هميلو حنو رادو إني قاعد راعي أما دام أي خص عطوب الرشدي يوانجريتو وأجعل هاي في فرقة هاي ستان وقت ما هاي ستان أنت سوي زيو أسرع وي ما دين إن أنا نقول برا الجنو في سدة هاي ستان قلوني كوي سوي غمرين قبل كسول يقول كسراق باولي من إذا كان يقصه رئيسا ولا موجية حف كفت كان مغلا كده حيا تلك حق نسوي كنا فلذلك كينو كنو موجية وما نتاسي ديوان قلي ولا أبدي أنا ناي وفتي كارجي سكي مدي ومن هؤلاء صوت ريح الكن سلامتي أنا من سيدني وزير كي عدالة دا هي إني سو قد بيجي وجدا سلامتي سنة وعهد سنة وأنا أقول بأحد وينتهي وأنا كفك تاي مجال ما نحنا يلا هم بليه ده دلك أو مدحوين وهم مرينا يو إذا هم بدل خوردنا هم بليه نيو هذا نص جارة أيام نقص فرتاس هو ده جد تنسوا ما أنت أكيد ما أنت واحد نود بلدك الناس نتقول دي شان يلا واتنات
كسوريتي غورتوتاغا وان فيلايا دالياتي كسور جيدا ان انا وقتي غادا لنبا وحالو سو مراي شركاس شرر بدن باكو ري ايام تاسينا وحايد مالنتي انو غواسناي ان انو مدحنمدي سومالي لان لا سو نقونو شاي 20 سنادود اياناي سو جيرستاي او ربو قرنيا هدي ليلا ما خا لا قبتي شاي 20 كا سنادودنا واح بدن 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 بينو قبسنو اسكو تشيغا الى واح قبسن كرنو ايان امني امن سنانا دونا هدي ليلا مستقبلكا مرد امن سنتي واح قبسن كرتنا قول كان مقاني مجرتو واح بدن بينو قبسناي او هورمر اه واح بدن او دلع ولب ساميا ونولش ادمه لا خديرا ايينو قبسناي وانا انو قبسن دونا ان شاء الله وحدي شيغيا ان ان كل جسن خلد ولا دي شيغو وحلي سومالا ربع قرني ولا قرن يا قاي لو غاد واخ بدن با لا غارو وها اوغو وين اي مانتا غوبلك سناغ اهميه وين اولي واخ ويان طريقه ساين سو مرني مانتا غانتا لو هيو وحنا انو اركي دونا ان شاء الله laga soo bilaabo dhahar laasqore la soo mariyo ila sayla ninkii ala gaarsiyo intaas oo isku xidhan oo wada laamaya ayaynu arki doonaa insha Allah warad gaari doontaan insha Allah ninka dibanna uu gaari doonaa waynu rajaynaynaa mustaqbal fiican baa ifaya waynu rajaynaynaa talaabo talaabo ayay ka sii dambeynaysa oo horumarku isma taageeyo uu soconaya inaguna waynu noolnahay oo waynu shaqaynaynaa intaas marka laga yimaado waxaad la socotaan maanta in dadkaha geeska ku yaala Jabuuti waa meel Xamarna waa meel Barbarina waa meel Jabuuti waxa gacanta China degay Xamarna Turkiga gacanta ku qabtay inaguna heshiis madaxweynuhu taariikhiya oo gali doonta taariikhdiisa taariikhdiisa gulaa uu ka tagay gali doonta heshiiskaas ka kamida nolol taa ka horeeyda saana ma jirto heshiiskaasina waa inaanu taageerna oo la socona waa naftaade laadida hajabin horumarku halkaas ka bilaabmaya haday tahay dhinaca waxbarashada haday tahay dhinaca caafimaadka haday tahay kor u qaadka dhaqaalaha haddii tahay garaadka siyaasiga ee bulshada oo kora marka waxa loo baahan yahay in la socotaan nolol taa ka horeysa ma jirto haddii aan heshiiska la gelinna waxa noqon lahayd marka in labada dekadood aynu kala tagno ayay noqonaysa waayo noloshu iyo dadku waxay tagaan iyo meel gudub ay isku tagaane halkii dhaqaale yaalo ayay dadku isku tagayaan oo ay tagayaan marka inagu haddii aanu habaysan dhaqaaleena إن شاء الله وحلو ترتبع يانو بقول خان مليون نحن عندر فيسكو هاي نوية دريس كان من هاي ويان ما كو ينعيد جاي كرنا تدبان لينا هاي برهبان لينا هاي تدبان لينا هاي حولان لينا هاي وحي نقاور هاي سني مجلو وحي نؤمن إنا كعنتين يمرو قينا يمسكح دين نؤمن إنا هداني تاس كتاكو هاريما عالكان وضياشي كل وانو سوكي دونا lagaga hadlay wax weeyaan mashruucyada gobolka sanaa ku saabsanayd ee dhinaca waxbarashada ahayd ee caafimaadka ahayd ee ahaydka lumaysiga mashruucyadaas oo mashruuc sidii loo saxayay u socon doonta haddana gabagabay ku dhow yihiin in la bixiyo contract in la bixiyo wadugsiga dayaxo wadugada dugsi weyn oo sare oo arday badan qaadi doona oo mustaqbalka noloshana wax ku soo kordhin doona iyo noqon doona sidoo kale de caafimaadkiina waa la ballaarinaya qoliyaas SDF-te gacanta ku hayay iyo wasaaradii ku shaqada lahaaba gabagabu arintaas ku jirtaa insha Allah si degdeg ah ayaa cid hesha ay ku guuleysataa awu bilaabid doonta hawshaas iyada ah marka laga yimaado intaas anuu ka wasaarad ahaan wixii aan ka qaban karayno waxbarashada ee horumarkeeda ku saabsan waanu fursad doonaa maamulka waxbarashada waan ka qaban doonaa wixii jaamacadaha la qaban karo iyo wixii waxbarashada aasaasiga laga qaban karaba ee la heli karayo waxba la aqran maayo
والله شقينا نقبلك والله شقينا إن شاء الله إذا كانوا حلين يبهي يعني وحبر الشدة والدينتو هنا قعدتوا ذاك جيستان هداو حبر الشدة تولوينك أنا دقيق دقيقك عنتا كجيزن وحبر الشو لوضي كريا مجريسو لكن اسكحدنانت والدك اسكحدنانت مامولك أيا قعوين كجيزن هي والله ليال ورحبة تاغنتين وطبينتي كما عسفين قبل كان استغاشن يصدح دي واني مدلي على قبورتيا مركي حال كان در روين شركو نبضين تو كالصغضي حال كان إلا بدن وحاكو تقني اللان لوبر أكشن أي داينسي سي مركار دي جوغي اشتدال كان نقب بحسي مركي شركة بورة من لقب قابلين يبي حيد يلقو جري حال كان الله نحرسته وحب كله كوراني عاقل شيء ود أوينا عاقل إسماعيل في وضياء شو كشرية كل حال كاسة كل سوري سنلي حلقو دي مالين تاسي ايري قابو هدو سياد ورمان تيمادو وكن بدقلي يقول وامير نبضي بودي وانا إذا كان مقطع وانا إتالة سيحوجيا وخر مركو نبضو كحرية هاي تاسي حوجي ولا ريال وذي تركة إيو إسكاشيغا أي هرمركو كي مادا وإنو دكتو نقورينا وإنو رمر وحكو قارينا ودولو دمدين آتكينا إياه أدينو تفرارغنو وحبا نقول مينو ندو واني شاي إياهو شاي ده شاي ودبو نقضا مجرى سمالنا ودالتاي دبنو نقول ميسو أود ما تعد وحكو يلي كرتانا وكوري من كرتانا مجرتو أود بين وين هاي طب بيلا هاي أيضا بيلا هاي هذه عاد بيسكوت ضبط هاي تفرار غير اتفهمين الساعة وحكا قاعد كرتان مجرت الزمالة ورمركم وصورة يا كواسنا وين وصوح الميان اتكستو واحتمر يسنا سومالي لان ديار بيوت هاي إنه لحظة شو وهي دقيستو وهي وحي تمريان لقد دقيستو وهي دلعنا وذي جير لوقع بصدو تانا سومال لان ووحي الكاكو قادي يقولي هاكو قادي اللهم نحرستو حوري ما انت هالكنا نشوقني هالكنا وكنا كهذا اللي قرون كان لكي ننتي عبدكرين الحاج الدعالي عاقل قاها ايالكنا كهذا وحوري دول كيف تيمي بوري قلبات مرهم بوري عيني قابل سوى قاري دونار بوري ما سوى قاري مات وسوى قاري ونسوى قاري دونار وطلع ساي نقول لحد وين مات مشروع ونسى قانت اللوايا تاسنا وحي نكي كيف قاري دونار إنك عوي سكاشنا وعدونا أهرنا تاقرر الحكومة دحوجنا قفك استوى السومالي لانا هذا هل بل بحية شن دولار نسمى اليوم بين غرصة نسمى اليوم بين غرصة ويراوح ان غرصة لباطن مليوم بين غرصة اما شيء طوام اليوم قف كستوى ان نقام بدا صغير يا كبير هذا انه هل بل شن دولار بحينه وطلقا ديق بحية الهي با ديق بحية وحي صور ويا وحويا نوعا ويا انتاسو ما سوتر دران انت هاسي كينان ويسو واردان تاسنا مسكحة انو كو حينا نايو انا انو اسكو درسنا ويان مروقين اي مسكحة ان اي مالتين با وطمئنتي وحن آدي آدو مهدنا قيا تدوينيه عيدا لها اردي لها ورب بلشة لها نوعيدي بلشة ايكال دوانيد وحقرد لها مامو لها حفلة بلارن ادي ادلو سوق مقابي وانا اقول النصيب هاي مجالني انا كالسوق قيب كالنو ما حد بان اوهينا وانا لطاوان دونا وربحين خاصنا وكيقين دونا ومدهوينة قارزين دونا سيدا ايضاد كاسو الشقيين اي اسوح القامين اي حولها او قمقابيين اي او وينيين مالنطن وحلو وينيين اي وحوهي مسكحة عرورتا عنده للي وقتها يكون وين مكان الشيء إلى أن يحسوسينه ما لنتا سوحي طايب
يا الله حصية وين مسكح لك بحين وجدد لنا ورجالنا تطبع واحد هذا حمال ثلاث سهول ورعينك وعلى سهول ورعي شيء قاعد دور السوق ولا قول عليا صوما واحد شايشة ولا قول عليا رقم مالو كل ريما بالي رياد كيسو كبتشا لكن مالو كل ريما نروحوا إلى التقام روحينا قيدنا مركا روحينا يا لتقينا مالين فريوين لوغتي وانتهي مالما داير تانو شايقنا تاريخ دانكو قرينا وينو شايقنا وصي وضينا وجوك تيننا وهر مركينا ينفتينا يوه مستقبل كينا وين استان شايقين ما دادت وين همارك لغاية ما دو ما ملكي رقي ما ملكي هلقين جوغي دوك دوميها يا مامور كيسا دوميها دقانك يا مامور كيسا دوميها قبلك يا مامور كيسا ويسكحين ساري حوشا الحفلة ده يا قدية دي قبقابة ايه لقبقابي قركي هواي كان نبضا يالك نوو قدوسي عردو دي شافعي كسوطي وانك نوو قدوسي هدي ده إنه بدأ كترجمه يا هوينك يا جامعة دي إيوه لما أنتوا تبع وانو ما هدنا غينا هذا بلاد جوكتان وهذا ما أتسنتهين وحقبتين أنا وقارسين لنا وربحينتين وقود بلينا وليس ورئيسك تنبغوين نوعرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثاني انتي البرنامج كرو كلا كلم دونو محمود محمد حسن صراف فيدن كو دافيه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا